السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذه الحلقة ستنشر في رمضان، فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. والمواضع التي ستكون في رمضان سيكون فيها نوع من الخفة يعني بإذن الله، ولهذا سنبدأ بعلي كيالي. يا قوم اتبعوا المرسلين. علي كيالي مكتشف عظيم، واكتشف لنا قاعدة من القرآن على فكرة، وهذه القاعدة لم يسبق إليها، لأن علي كيالي يقول طبعا الكثير من المرجفين والكاذبين يقولون أنني أحصل يعني أخذ معلومات من مصادر أخرى وأنسبها إلى نفسي. لا حبيبي، الموضوع يعني ليس كما تكذبون على الناس. لا، ليس كما تكذبون على الناس. سنرى هذه المعلومة التي جاء بها من عنده ولم يأتي بها من مصادر أخرى. في سورة البقرة قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فهل اللون الأصفر الفاقع يسر الناظرين؟ تسر الآية، تسر وليس يسر، تسر البقرة. فعلا ثبت أن الإنسان إذا كان في مرحلة من التشنج العضلي أو حالة من التوتر يقول ثبت، يعني مثل ما يقول لك ثبت في الأبحاث، ثبت في الأبحاث. طب وين هذه الأبحاث؟ ما الذي أجراها؟ ثبت. الناس فقط تصدق. يلا، لو وضع قماش صفراء فاقع لونها أو لوح من الكرتون فاقع لونه ونظر إليه لفترة بسيطة أو حسب حالته النفسية فإنه سيشعر بهذا السرور. إذا كان عنده تشنج بالعضلات يحتاج إلى سرور، مو هو قال تشنج عضلات؟ أن الإنسان إذا كان في مرحلة من التشنج العضلي، واحد عنده تشنج عضلي هو يحتاج إلى مرخي عضلي ولا يحتاج إلى سرور؟ لما العضلات تتعب يحتاج إلى سرور. طيب وجيب كرتونة، هذه المعلومة طبعا قالها في 2012 في برامج اللي كان يطلع على قناة أبو ظبي، وأعادها في قناتي. أول الألوان التي وردت في كتاب الله تعالى في سورة البقرة هو الأصفر الفاقع، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فكل إنسان عنده ضغط عصبي، عنده هموم في الحياة. طيب الآن هي كانت للتشنج العضلي، الآن صارت للهموم، ما في مشكلة. يفضل أن يضع أمامه لوح كرتون أو قماشة صفراء، ما يصير خشب، فاقع لونها، وينظر إليها ربع ساعة أو نصف ساعة، سوف ترتاح أعصابه فعلا، تسر الناظرين. في الواقع إذا وضع كرتونة صفراء فاقع لونها وصار ينظر إليها نص ساعة، أتوقع راح يصير عنده ألم في العيون. جرب. المشكلة ليست هنا، المشكلة مصدر المعلومة. هذا يا أحبائي كتاب الكليني الرافضي، جزء السادس صفحة 466، طبعا هذا من المكتبة الشيعية، موقع المكتبة الشيعية. هنا يقول عنه عن بعض أصحابنا بلغ به جابرا الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه، لأن الله عز وجل يقول صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طبعا هم جعلوها في النعل، هو جعلها بكرتونة، ما فرقت، لكن طريقة الاستنباط هذه. فهو يسرق المعلومات من كتب الشيعة ويقولها بصياغة أخرى، بدل ما يقول نعل قال كرتونة، ويأتيك ويقول لك. طبعا الكثير من المرجفين والكاذبين يقولون أنني أحصل يعني أخذ معلومات من مصادر أخرى وأنسبها إلى نفسي. لا حبيبي، الموضوع يعني ليس كما تكذبون على الناس. واثق من نفسه. العجيب عندهم في الصفحة السابقة، هنا في الصفحة 465 يقول لك فقلت فما ألبس من النعال؟ قال عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصر، النعل بالنسبة لهم تجلو البصر، نعل سبحان الله. فيقول لك فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصر وتشد طب إيش علاقة الله المستعان، وتدرأ الهم، مثل ما قال علي كيالي وتدرأ الهم، وهي مع ذلك لباس النبيين. تخيل نبي بحذاء أصفر. فيا علي كيالي، أنت ساق المعلومة من كتب الشيعة وتأتي بكل بجاحة، ترى في نفس الحلقة لما قال إنهم يكذبون عليكم ويقولون إنني آتي بمعلومات من مصادر أخرى، في نفس الحلقة قالها،
وكأنه حاسس أنه راح نجيب له الأصل والمعلومة. يكذبون عليكم، فاستحي على نفسك، استحي على كبرتك. بعدين حط لك لوح أصفر خلفك هون، خلي الناس تشوفك أنت أصفر. بعدين أنت لماذا لا تطبق هذا الكلام؟ الناس تنظر إليك، تشاهد حلقة مدتها 20 ولا 30 دقيقة، البس لباس أصفر، بدلة صفراء، بنطلون أصفر، طاقية صفراء، حذاء أصفر، مشان تصير مثل هذه البقرة، وعندما ننظر إليك يصيبنا السرور وترتخي عضلاتنا. اقتراح جيد صحيح؟ أرجو منك أن تنفذه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك قبل موتك، والسلام عليكم ورحمة الله. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون.